سلامات شباب، واليوم رجعنا بفيديو جديد من لعبة ماستر دول. أكيد كلكم سمعتوا في شات جي بي تي هو ذكاء اصطناعي جديد بيقدر يحكي معك ويعطيك معلومات زي البشر، يعني بكل بساطة زي كأنك بتحكي مع جوجل. فاليوم في عنا تجربة من نخلي شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي يصنع تشكيلتي في يوغي. أول شيء بدي أسأله إذا بيعرف لعبة ماستر دول. أوكي، هو بيحكي إنه عارف لعبة ماستر دول، بس المشكلة إنه هذا الذكاء الاصطناعي معلوماته بتوصل لحد أواخر 2021 وماستر دول طلعت في 2022، فبعرفش إذا بقدر يعطيني تشكيلة 100%، بس رح أطلب منه تشكيلة في يوغي وأحاول أطبقها في ماستر دول. كان بيعطيني تشكيلة الدارك ماجيشن. وات؟ شكله بيعرف إني بحبه. طلعوا برضو بيعطيني آش بلاسم وكل شيء، وكان بيعطيني برضو شرح بسيط إني كيف أستعمل الفخاخ والسبلز عشان أدمر لعب عدوي، وإيش الوحوش اللي أخطط أستدعيها زي دارك ماجيشن والأبرنتس ألوجين. بس المشكلة إنه ما أعطاني إكسترا ديك، فرح أسأله عن الموضوع. هيو بتأسف، فهسا أعطاني الإكسترا ديك، أعطاني زيوس، نايتمير فينيكس، نايتمير يونيكورن، لينكوريبو. هسا طبعا أنا حكيت له يعطيني تشكيلة بشكل عشوائي، وهو قرر إنه يعطيني دارك ماجيشن لأنها منيحة لأي لاعب بده يبلش في لعبة ماستر دول. بس إذا طلبت منه يعطيك تشكيلة مثلا، تقدر تحكي له بلو آيز وايت دراجون أو مثلا جالاكسي آيز، بيعطيك برضو. بس أنا هسا رح أسوي هاي التشكيلة في لعبة ماستر دول. طلب مني أحط ثنتين من هاي، بس فيش عندي إلا واحدة. أوكي، منبدلها في شي ثاني مش مشكلة. وطلب ثنتين من هاي، بس فيش عندي. اوكي، اظن انه غلط لانه حاط هاي البطاقة كسبل، بس هي في الحقيقة وحش. بس يلا مش مشكلة. فيش عندي زوس. اوكي، في بعض الفراغات لاني مفلس شوي، بس راح اعبيها على السريع بطاقات من عندي. حسيت انه في اشي ناقص، طلب مني احط 3 من السيركل، بس انا مش حاططهم. اوكي، اظن هيك التشكيلة منيحة. الاي اي اعطاني اغلبها، ما انه اعطاني تشكيلة كاملة، بس انا مفلس شوي. انا اضفت شوية اشياء زيادة محل الاشياء اللي ما كانت عندي. لحظة شوي، نسيت الاناكوندا، مع انه الاي اي حكالي عنها. يا حط الاناكوندا. فهذه التشكيلة راح نجربها شوي، بعدين نطلب منه تشكيلة ثانية. تمام، خلينا نبلش. اوكي، سحبة نار الصراحة. اول اشي اتوقع بنستعمل ماجيشنز راد، وبحاول اجيب السيركل، بس عنده اش بلاسم طبعا. المنيح اني عارف هاي التشكيلة منيح، فمش مضطر اقضي وقت كثير وانا بفكر. فبجيب الدارك، بجيب الدارك ماجيشن الشكل مميز، وبنستدعيه على الملعب. في عنا بصير وركة فخ، ومعنا في نفس الوقت الابرنتس إلوجين ماجيشن، فيعني اذا حاول يهجم اتوقع هو بيخسر مش انا. اوكي، اسهل فوز. هذا كل اللي لازم نسويه، نلعب بتشكيلات AI. شايف النت عنده قطع، هذا الذكاء الاصطناعي قطع نته عشان انا افوز. اوكي، كمان سحبة منيحة. بس للأسف فيش دارك ماجيشن. نستعمل ماجيشنز راد كمان مرة، يا رب ما يكون معه اش بلاسم. ومعه، اوكي معهوش اش بلاسم، نايس. هالملعب حلو بالمناسبة. ايش هذا، اعصار؟ بنفعل السيركل، اعطيني دارك ماجيشن. بقدر اخذ سول، ما توقعش اخذ سول صح؟ بقدرش. اوكي، كمان سيركل. بعدها خليني احط السول عشان اسحبها بعدها. و يا بنهي دوري، في معي الابرنتس في ايدي اذا حاول يهجم على ماجيشنز راد، فنشوف شو بصير. عن جد. اوكي، بلشنا. غريبه بس انه ما هجم. ليش ما هجم؟ هلا صار عندي ماجيشنز سول، ف بقدر اسوي دامج محترم عليه باني بفعل عشان اجيب الدارك ماجيشن. وفي الدارك ماجيشن بقدر اسوي بانش لوركته هاي. جيب الدارك ماجيشن، نايس. وهسه بسوي بانش لوحش الفيوجن هذا. ضحى بهذا الوحش. لحظة، ما انقذ وحشه بس ضحى فيه لسبب، ما بعرف ليه. عشان يجيب وحش فيري. لا مش جاستر. اوكي، لازم ندمره. وات؟ بيقدر في دوره يفعل افكته؟ هالشي غبي شوي. اوكي، يعني كان بلعب ضد تشكيلة ديسيبيا، على الاقل هسه بعرف. اوكي، هسه بستعمل سول سيرفنت عشان اجيب بطاقة بدي اياها لايدي، بس ما بعرف اي بطاقة بالضبط بدي اجيب. اوكي، في عندي خطة، بقدر اجيب هذا المحترم
لايدي اللي هو الابرنتس، بجيبه على السريع. بدنا افعل افكت هاي عشان اسحب بطاقه. هو في عنده اشي، في عنده نيجيت، في عنده اشي مخوفني، ابو جوز ورقه الفخ، بس مش عارف ايش هي لحد اللحظه. هسه بقدر استدعي هالبطاقه بني اضحي بلايتنينج ستور لاني ما بحتاجها خلص، وبحطها. اوه مره اسوي لها سبيشال سامن، صح بقدر اجيب دارك ماجيشن، نسيت هالشي فيها. هالبطاقه مفيده كثير، بقدر اجيب انا كوندا بني اضحي بماجيشنز راد وبهاي البنت، وبحط انا كوندا. تحكيش معك انت انفينيت كوركة فخ، وهسه بتسوي لا يا الله هالشي مزعج كثير. تايم ميدن، ليش معه تايم ميدن؟ اوكي بفعل افكت هذه عشان اجيب التابلت واحطها. راح اهجم عشان ادمر وحشه، مع انه خلص جاب البطاقه اللي بده اياها، بس ليش لا. لحظه وات، ايش هاي هاي التشكيله هي اغرب اشي شفته في حياتي. لحظه بده يستدعي وحش تايم لورد. اوكي اذا هذا الوحش هجم، كل الوحوش اللي في الملعب ترجع على ايدين المستخدمين، بس هالشي برضو بيأثر على وحوشه هو. اوكي فعل التيبل، جيب الدارك ماجيشن من المقبرة وحطه في وجهه، وفعل افكت السيركل وسوي بانش لهذا. بده يحاول يهجم، بس الفكرة انه يعني على اساس بده يرجع الدارك ماجيشن لايدي في نهاية الدور، بس الدارك ماجيشن ما بتأثر بقدرته لانه محمي بالإترنال سول، ففيش أي مشكلة. يعني بقدر إني أجيب كمان دارك ماجيشن وأسوي بانش لهذا، وبتشتغل السيركل وبسوي بانش لهذا على السريع. أوكي نايس. هلأ بدي أفعل إفكت إلوجن أوف كياس، ليش؟ لأني أتوقع بقدر أجيب تومايس لعند إيدي، يب، وبرجع بطاقة للمجموعة، وأتوقع إني برجع ماجيشنز اوف كياس او ماجيشن اوف كياس، وبفعل قدرة تومايس عشان استدعيه، وبرسل هاي البطاقة للمقبرة لاني ما بحتاجها هسه خلص جبت التابلت، وبستدعيه وبفعل افكتو عشان اسوي فيوجن. بسوي فيوجن لماستر اوف كياس باني اضحي في واحد من دارك ماجيشنز وإلوجن اوف كياس، وبحطه في الملعب. لحظة هلا هذا ما بيرجعه صح؟ اوكي لا بيرجعوش. بقدر اسوي هسه السامن باستعمال قدرة الماستر اوف كياس، برجع الدارك ماجيشن، وبدي احاول اسوي بانش للتايم لورد. بزبط؟ ليه السيركل ما اشتغلت؟ بس مرة في الدور؟ اوكي ما راح اهجم عليه، لانه اذا هجمت عليه بقدر يرجع جميع الوحوش لايدي، فراح انهي دوري وهو هسه لحاله بيختفي صح؟ يب هسه هذا يفترض يرجع على مجموعته. يب هاي رجع. اوكي نايس. اوكي انهى دوره. في عندي خطة رائعة هسه باني استعمل قدرة ماستر اوف كياس، بستعمل قدرته عشان اضحي في واحد من الدارك ماجيشنز مع للأسف تومايس، وبسوي بانش لجميع وحوشه اللي هو هذا. بعدها بدي استعمل التابل. لا اوكي مش مشكلة بسيطة، بقدر يجيب ورقة لايده بس ما بتفرق كثير، لاني هسه بستعمل السيركل عشان ارجع الدارك ماجيشن اللي هسه دمرته واحطه في الملعب، وبتتفعل افكت السيركل تاعتي عشان اقدر اسوي بانش لورقة فخه شو ما كانت، وبعدها بقدر اهجم، وهذولا بالضبط بيعطوك 8000. فاهجم في هذا واهجم في هذا، وفي الاخير نهجم في ماستر اوف كياس. جي جي. هسا انا اتفق انه بعض البطاقات القوية في هالمجموعة كانوا مني انا، بس الاساس اجا من الاي اي الذكاء الاصطناعي، تمام؟ ولو طلبت منه يعني بعد انا بس اخذت اول تشكيلة اعطاني اياها، بقدر مثلا احكي له ممكن تضيف بطاقات الريتشوال عليها، ممكن تخليها اقوى شوي، لانه هو اعطاني تشكيلة اسمها بيجنر فريندلي او للمبتدئين، عشان هيك كانوا اشياء بسيطة شوي، انا اضفت عليها عناصر متقدمة شوي لانه ما كانش عندي جميع البطاقات، وانتم بتقدروا تسووا هيك مع اي تشكيلة. هسا خلينا نجرب تشكيلة ثانية، رح اطلب منه تشكيلة كوريبو مع اني سويتها اصلا، بس رح اشوف اذا هو ممكن يعطيني اياها بسهولة بدل ما اقعد ساعات وانا ادور على تشكيلة منيحة. طلع عن جد بيعطيك اياهم،
وبرضه بعطيك الاكسترا ديك. لحظة، اعطاني كوريبو ليفل 10، هذا ما استعملته، بس اعطاني كوريبون، اعطاني الوينجد كوريبو، يعني اي تشكيلة بدك اياها عن جد بعطيك اياها. اوكي، هسا رح اطلب منه نفس الاشي، بس رح اطلب تشكيلة بلو ايز وايت دراجون. تمام، كاد بيعطيني التشكيلة العادية، فيش فيها اقوى تنين بلو ايز اللي هو الريتشوال، فرح اطلب منه يعدل على التشكيل اعطاني اياها عشان تشتغل مع الريتشوال. الو، وينه؟ اوكي، حطه في الاكسترا ديك. هو مش اكسترا ديك، بس مثلا اعطاك البطاقات المهمة عشان تستدعي زي كياس فورم. فهي تشكيلة مثلا عشان تستعملها تجيب الكياس ماكس دراجون، اي تشكيلة بدك اياها موجودة. طب لحظة، احاول، في معلومة كثير مهمة نسيتها، انه برضو بيشتغل بالعربي مش شرط في الانجليزي. فرح اطلب منه، هل من الممكن ان تعطيني تشكيلة للعبة يوغي ساحر الظلام؟ او اظن احسن انك تعطيه اسمه في الانجليزي عشان يفهم بالضبط، دارك ماجيشن، تقدر تلاقي اسمه على جوجل. فلو سألته هذا السؤال بيحكي لك بالتأكيد هناك العديد من الطرق لبناء تشكيلة حول الساحر الظلام في لعبة يوغي، وهذه هي بعض الاقتراحات. طلع بيعطيك اسمائهم في الانجليزي، رح اطلب منه هل من الممكن باللغة الانجليزية؟ طلع بعدين بيحاول انجليزي بشكل كامل، بس شايفين انه بيعطيك التشكيلة، ممكن تسأله بالعربي وبتحصل على الاشي اللي بدك اياه، يعني ذكاء اصطناعي. هسا كانت الخطة صراحة اني العب كمان جيم بتشكيلة ثانية، بس كان بستمتع اكثر وانا قاعد بشوف شو بيسوي الذكاء الاصطناعي. يا صراحة رح انهي المقطع هنا، معلش انا مشغول شوي. بس برجيتكم كيف الاشي بيشتغل، كيف ممكن تطلب تشكيلة، اي تشكيلة بدك اياها ممكن تسويها باستعمال الذكاء الاصطناعي، وبعطيك تشكيلات قوية، وممكن تطلب منه هو يعدل على التشكيلات بالطريقة اللي انت بدك اياها. فهذا الاشي خرافي، فان شاء الله كل مقطع سبتوا لايك وشير سكرايب وتعليق. اذا بتحب تدعمني ماديا تقدر تسوي انتماء على القناة، او تستعمل كود مايوفا على سوق نون عشان تحصل انت على خصم وتدعم القناة في نفس الوقت. اذا بتحبوا تشوفوا كمان فيديوهات من هذا النوع، اجرب تشكيلات ثانية باستعمال الذكاء الاصطناعي، احكوا لي في التعليقات، مع انه هذا تقريبا زي مقطع لمرة واحدة، فكرة حلوة. على كل بنشوف شو بصير، احكوا لي شو بدكم في التعليقات، بقرأهم كلهم حتى لو بتأخر في الرد شوي. بس يا بشوفوا المقطع الجاي، كان معاكم مايوفو، السلام عليكم.